قرار الجيش كان كافيا لإثارة غضب بعض الشخصيات السياسية في حزب الليكود وشركائهم في الائتلاف الحكومي، لا سيما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير. إذن هي هدنة تكتيكية أعلن الجيش الإسرائيلي عنها في غزة لساعات دون تطبيقها، خطة كانت كافية لتزيح الرماد عن جمل الخلافات المشتعل بين القيادات السياسية والعسكرية. القصة بدأت عندما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن توقف تكتيكي للنشاط العسكري لأغراض إنسانية على الطرق المستخدمة لإيصال المساعدات. الإعلان فاجأ كبار المسؤولين الإسرائيليين بما فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، اللذان لم يكونا طرفا في اتخاذ القرار وفق الصيغة التي أعلن عنها، على اعتبار أنه قرار استراتيجي لا يمكن اتخاذه بدون المستوى السياسي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا الله والله احنا حاولنا يعني زي ما بحكوها انه نخفف شوية وطأة الحرب على الناس، ووفرنا يعني اشي بسيط ومصلى. الواحد يعني ما كانش يتوقع انه يصل لعيد الاضحى يعني ويكون موجود لسه في الخيام اللي ساكنين فيها يعني. يعني قال كل واحد يعني الكل توقع شهر شهرين ثلاثة، اما مدت لثمان شهور وزيادة وحتى دخلنا في التاسع يعني مش كبير يعني، والله أعلم يعني وقتش تنتهي الحرب هذه يعني. قرار الجيش كان كافيا لإثارة غضب بعض الشخصيات السياسية في حزب الليكود وشركائهم في الائتلاف الحكومي، لا سيما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير الذي دان الخطوة وقال إن من قرر هدنة تكتيكية لغرض المرور للممرات الإنسانية خاصة عندما يسقط أفضل الجنود الإسرائيليين في المعركة هو أحمق ويجب ألا يستمر في منصبه وفق وصفه وتعبيره. كما هاجم وزير المالية سموتريتش الإعلان قائلا إن المساعدات الإنسانية التي تستمر في الوصول إلى حماس تبقيها في السلطة وقد تدمر إنجازات الحرب. هنا تراجع الجيش الإسرائيلي سريعا وقال إن إعلانه كان يهدف فقط لإيصال صورة أو انطباع للمنظمات الإنسانية بأن تل أبيب ملتزمة بتأمين مسار المساعدات، وعاد لينشر بيانا إضافيا قال فيه إنه لا يوجد وقف للقتال في جنوب قطاع غزة وإن القتال في رفح مستمر ولم يطرأ أي تغيير على دخول البضائع إلى قطاع غزة. إذن بعد وقت قصير أصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إنه سمع تقارير عن هدنة إنسانية لمدة 11 ساعة من وسائل الإعلام، وحينها التفت إلى سكرتيره العسكري وأوضح أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة له، ليتم بعد ذلك إبلاغ نتنياهو بأنه لا تغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي وأن القتال في رفح مستمر كما هو مخطط له. القصة لم تنتهي هنا، نتنياهو قرر التصعيد خلال جلسة الحكومة وقال إن إسرائيل دولة لديها جيش لكن الجيش ليس لديه دولة، في اتهام غير مباشر له بعدم إطاعة الأوامر. وأضاف نتنياهو أنه اتخذ قرارات بهدف القضاء على قدرات حماس لكنها لم تكن دائما مقبولة على المستوى العسكري.
ومن رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور لمناقشة هذا الملف. السيدة عصمت أهلا بك، تابعت معنا هذا التقرير وتسلسل ما جرى منذ الإعلان عن هذا الوقف التكتيكي للنار في هذه المنطقة، معبر كرم أبو سالم إلى شارع صلاح الدين ثم شمالا، وبعد ذلك التراجع وحتى الجدل الإسرائيلي السياسي والعسكري. هل اتخذ فعلا قرار بوقف النار التكتيكي مثل ما قيل وجرى التراجع عنه، أم منذ البداية لم تكن إسرائيل جادة في هذا القرار؟ مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. أهلا بك، كل عام وأنتم بخير. نعم، كان هناك قرار، ولكن يبدو أن الصياغة أحيانا كانت ربما بشكل مقصود، أن الجيش أراد أن يعطي انطباع في جو أعياد وفي ظل المجاعة أنه يكون بشيء ما إنساني، لكن هي مسألة صياغات لا أكثر. ما حدث هو أن الجيش، والناطق باللغة العربية باسم الجيش، تحدث عن هدنة إنسانية وعن إدخال مساعدات وعن محور الذي يعني سيتم من خلاله من كرم أبو سالم حتى الأوروبي، المستشفى الأوروبي سيتم إدخال القتال منه. الآن القرار هو من صلاحية من حيث المبدأ قائد المنطقة أو قائد الفرقة، وهو لم يخالف التعليمات، وهو ترجمة توجه الكابينيت بإدخال أكبر كم من المساعدات. هناك 1000 شاحنة مكدسة تنتظر خلف معبر رفح منذ إغلاق المعبر، وهناك مجاعة. إذن لا يتطلب الأمر موافقة مجلس الحرب؟ عملية نقصد فقط نتنياهو وجالنت. هو لا يتطلب، ولكن أيضا لا يتطلب هذا النفي من نتنياهو، وهذا يعني الخوف والخشية وأن يرتدع بهذه الطريقة. كان بإمكانه أن يستوضح من الجيش وأن يقول أن الجيش تصرف بشكل صحيح، وربما كان هناك سوء في التعبير، لكن الواضح أيضا أن هناك حالة من الريبة والشك والتصيد أيضا في نفس الوقت بين المستوى السياسي وبين المستوى الأمني، وأنه هناك أسباب عميقة سواء آنية بما يتعلق بالحدث ذاته أو عامة لهذه الحالة من العداء بين المستوى السياسي والأمني في إسرائيل. ولكن هناك قراءة ثالثة من قبل بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن نتنياهو جالانت بالفعل وافق في البداية على هذا القرار ثم تراجع لاحقا خوفا من الانتقادات. لا، هما وافقا على مسألة إدخال المساعدات بأكبر كمية ممكنة. عملية إدخال المساعدات تتطلب تأمين هذا الشارع وأن لا يشهد قتال. هذا يعني ضمناً أنت تكلف الجيش إدخل المساعدات وتولى المسألة. الجيش بقرار تكتيكي ميداني يتخذ أنه يفتح هذا الشارع، يغلق هذا الشارع، يمنع القتال في هذا الشارع، يوقف القتال لساعات في هذا الشارع. ولذلك نظاميا المسألة، لكن يعني واضح أن نتنياهو خاف من الانتقادات التي وجهها بن غفير وتراجع، وضع الجيش في وضع صعب، واضطر الجيش إلى التوضيح وخرج بشكل يعني محرج جدا أمام الأوروبيين وأمام المنظمات الإنسانية وأمام الأمم المتحدة التي كانت تنسق من أجل استقبال المساعدات وتوزيعها. لذلك يعني واضح أن نتنياهو عمليا كان يعلم بالقرار ولكن ليس بتفاصيله الدقيقة. وعملية أن لا يحدث قتال في شارع معين من في ساعات معينة، هذا قرار يعني لا يحتاج إلى كابينيت ولا يحتاج إلى غيره. ولكن سيد عصمت، الطريق من معبر كرم أبو سالم إلى صلاح الدين ثم إلى الشمال أليست منطقة تحت سيطرة إسرائيلية؟ لا اشتباكات من المفترض في هذه المنطقة. صحيح، هي منطقة تحت سيطرة إسرائيلية، ولكن منطقة غرب رفح والمناطق التي يعني يخرج من كرم أبو سالم لازالت مناطق تشهد معارك وقتال، وبالتالي يبدو أن القرار كان تجنيب هذه المناطق القتال وحصره في يعني مناطق بعيدة عنها من أجل تسهيل دخول المساعدات، خاصة أنه كان يفترض أن تدخل، هذا إذا صدقت إسرائيل، أن تدخل بكميات كبيرة وأن يتم هذا الأمر بالتنسيق مع منظمات إنسانية. لذلك يعني الذي ربما نستفيده من هذه التجربة اللي فعلا محرجة ولكن تكشف هشاشة العلاقة وعدم الثقة والريبة بين المستويات. اليمين يريد أن يضعف الجيش، نتنياهو لا يترك فرصة إلا ويهاجم فيها الجيش كي يلقي المسؤولية عليه فيما يحدث في غزة الآن وفيما حدث في 7 أكتوبر وفيما قد تؤول إليه الأمور، وأيضا ربما هو يمهد للدخول في صدام مع الجيش حول
المرحلة التالية، لأن الجيش يقول نعم. نحن خلال أسبوعين سننهي العمليات في رفح، وهذا يطرح سؤال بقوة: ماذا بعد؟ ماذا؟ ما هي الخطوة التالية؟ من سيتولى القطاع؟ كيف سيدار القطاع؟ وما هي الخطوة التالية فيما يتعلق بالشمال؟ ولذلك واضح أنه هنا تبرز الخلافات الجدية. هناك تراكمات بالفعل بين الجيش الإسرائيلي وبين الشق السياسي خاصة نتنياهو، ربما هذا ما يبرر سيد عصمت بأن نتنياهو قال اليوم إنه كان يضع قرارات بالقضاء على قدرات حماس، ولكن المستوى العسكري كان يرفض هذه القرارات. هل هذا كذلك تهرب من المسؤولية؟ هو تهرب من المسؤولية وهو كذب، ونتنياهو يكذب باستمرار. اليوم جانس رد، أو حزب جانس معسكر الدولة، رد على نتنياهو، قال عندما تكشف البروتوكولات سيتضح من كان يدعو إلى دخول رفح وخان يونس، ومن كان يتردد، ومن كان يتردد في دخول في عملية برية من أساسها. واضح أن نتنياهو يريد أن ينسب لنفسه إنجازات، وأن يلقي كل اللوم في أي قضية لم تنجز على المستوى العسكري. وهذه طبعا يعني ليست مقتصرة على ما حدث ويحدث، بل أيضا على ما وقع في 7 أكتوبر. نتنياهو يريد أن يصم المنظومة الأمنية، لأنها هي كانت تملك القرار وفشلت، والآن جاء دور السياسيين ليمتلكوا القرار ويشكلهم المرجعية ويعود الجيش كجهاز تنفيذي، ويريد أن يحجم المستوى الأمني والجيش. نعم سيد عصمت، كذلك في شق ما يجري الحديث عنه إسرائيليا اليوم، كذلك المحكمة العليا أمرت بتعليق التحقيق في الإخفاق الأمني في 7 من أكتوبر. كيف يفسر هذا القرار؟ لا، التحقيقات هذه مسألة معقدة. أولا التحقيق يحتاج إلى قرار حكومي، يحتاج إلى تشريع وقرار تصدق الحكومة ويكون يعني له مرجعية، لأنه هذه التحقيقات ستطلع وتشكل لجنة تطلع على مواد سرية، تتخذ قرارات ربما يكون لها تداعيات على مستويات أمنية وسياسية وشخصيات. ولذلك يعني واضح أنه الجيش يحاول أن يجري تحقيقات تكتيكية محلية ميدانية لها علاقة بإدارة المعارك في اللحظات الأولى وكيف تصرف الجيش للاستفادة منها، وهناك تحقيقات شاملة متعلقة بكل 7 أكتوبر. واضح أن نتنياهو يريد أن يكون التحقيق مقتصر على تحقيقات شكلية، لجنة وزارية أو لجنة يعني بصلاحيات محدودة، بينما جانس قدم مشروع قانون وقدم لسكرتير الحكومة قبل أن يستقيل قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بصلاحيات كاملة. هذا موضوع سيكون موضوع صراعي جدا، وسيكون أحد مطالب الضغط التي يتبناها المعارضين والشارع وربما الجنود وأهاليهم ومن قتلوا في غزة والأسرى، هو نريد لجنة تحقيق كي نعرف ماذا حدث ولماذا حدث ومن يتحمل المسؤولية. نتنياهو كما كنا جزء من صراعه مع الجيش وما تحدثنا عنه قبل قليل، هو شيطنة الجيش في نظر الإسرائيليين كي يحملوا مسؤولية ما حدث. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور.